نوقفوا شويه نويف ونديروا شويه الفيلر هنا نعمره ونصلح هاد شويه التجاعيد اللي كاينين هنا. واخا ما كاينينش التجاعيد كي جاكم فمي وكي جاكم نيفي وكي جا مرض يعني مرض 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 مساكم الله بالخير. واليوم سادس يوم من حجر المنزلي. الحمد لله صحتي شوية أحسن، وبس في البداية صحتي وايد 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 كانت تعبانة. مرض يعني مرض 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 الله لا يراويكم، الله لا يراويكم، والله لا يبلاكم بهالمرض. وانتبهوا لأعمالكم صراحة، أبهين هالمرض، أبهين أبهين أبهين. إلا مناعته بقوية ما بيقدر يتحمل. قووا مناعتكم، كثروا من الفيتامينات، انتبهوا لأعماركم صراحة، شيء متعب متعب متعب. وبخصوص اللي يقول لي أنت ضارب لقاح جرعتين، نعم أنا ضارب لقاح جرعتين، بس اللقاح ما يمنع أني أنا يعني ما يجيني مرض كورونا. اللقاح شو يسوي؟ يخفف أعراض كورونا. إذا يعني في حال يعني كورونا مثل الحين يعني كورونا، يخفف الأعراض، هذا هو بس. هم ما قالوا لا اللقاح لا مستحيل يجيك كورونا، لا ما قالوا شيء. فالحمد لله على كل حال، مشكورين على دعواتكم ومشكورين على رسائلكم والسموحة عاد اني ما رديت عليكم وخليتكم شيء معلقين. كنت وايد تعبان وما رمت ارد على المسجات، ما رمت اصور ستوريات، ما رمت اصور اي شيء. والحمد لله على كل حال، شوي شوي احيانا قمنا الرد بنطلع مرة. السلام زوينين، شوفوا كيف حالة دايرة. المهم انا دابا صورت لكم قبل ونصور لكم بعد، نشوفوا النتيجة ونشوفوا الفرق عند دكتور هروان، نشوفوا شنو الجديد فيه. ما حاليكم المهم اللي بغيت نقول لكم، راه معالجة غير بلي فيلر غير بلي باري، ما كايناش شي حاجة صعيبة، ما كايناش شي حاجة اللي واعرة. وكيف كيعاودوا لي على الدكتور هروان اللي دي زوينة في باري، حنا جينا نوقفوا شوية نويف ونديروا شوية الفيلر هنا نعمره ونصلح هاد شويه التجاعيد اللي كاينين هنا. واخا ما كاينينش التجاعيد نصلحوا شويه. وين كنبغيكم ونتمنى الراي ديالكم يكون زوين، ما يكونش خايب، يكون ايجابي ما يكونش سلبي. هادي وهاني ساليت وكي جاكم فمي وكي جاكم نيفي وكي جاتكم هادي. صراحة الله ما عندي ما نقول فيك دكتور، قمة الروعة، تبارك الله عليك، الله يسر ليك ويجياتك مزالين. كنصحكم اللي بغى يدير وداك شي خفيف ما في لا ألم لا والو، تخرجوا زوينات. كنصحكم الدكتور هروان، اجيو عند الله، راه معروف، لا ما
نحتاج نشرح لكم. تبارك الله عليك دكتور. ايوا البنات، ما قلتوش ليا كي جاكم الشكل النهائي ديال الفيم وديال النويف ديال الحنيكات. كنقول ميرسي بوكو دكتور هيروان، يعطيك الصحه تبارك الله عليك، والراي ديالكم زوين كيهمني بزاف اكثر من الاراء دوك الاخرين اللي سلبيين خايبين. خليهم عند دوك الناس الخايبين والناس الزوينين. وين المشاهدين؟ جينا انا واميمه. لا تصاوبي مات وانت شكتي تشتي لي صوب فمك. تصاوبي فمك زعما هو خويا انا ما صوبش فمي. وحنا دابا في العيادة ديال الدكتور نجون كادون كنديرو الروتوش وداك الشيء. سالي لالا الجميلة هاني شوفوا شوفوا ومين. تبارك الله الشجاعة والإصرار الدكتور ديالنا. أصلا ما كاين شي حاجة علاش نصبروا داك الشيء مزيان السيرو فيتو معنا أكيد. تحية وأنا يمبني.